السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا جماعة احنا عملنا قبل كده مقطع للحمام، وكان الحمام بايت جعان زي ما انتم شايفين كده، مفيش ولا حباية اكل عنده، تمام. وكنا كاتبين قبل كده كلمة الله، حبينا نجرب نشوف الحمام هياكل منها ولا لا، فلقينا الحمام ما اكلش منها. في ناس ياما بعتت تعليقات، وقالت حاول ان انت تكتب كلمة غير كلمة الله وشوف الحمام هيعمل معاك ايه. فاحنا ان شاء الله هنكتب كلمة غير كلمة الله. والخشبة هي في ناس برضو قالوا الخشبة، الحمام مستغرب الخشبة، عشان برضو نشوف الحمام هيبقى مستغرب ولا لا. وان شاء الله نكتب كلمة غير كلمة الله ونشوف الحمام هياكل منها ولا ايه. هنشوف الحمام هيجي ياكل منها ولا لا. ونبقى نجميلة على الارض زي ما انتم شايفين اهوت، بحفظ له شويه اكل على الارض، كاتب كلمه حمام، هنشوف الايه الحمام هياكل ايه من ايه بالظبط. شايفين يا جماعه، هي ممكن تكون الفكره ان الحمام بيخاف يجي ناحيه الكلمه ولا ايه مش عارف، بس انتوا زي ما انتوا شايفين اهو فعلا الحمام راح كل منها زي ما احنا شايفين. طب ليه كان من الكلمه وما كلش من كلمه الله لفظ الجلاله؟ طب انتوا شايفين مش من وراكم قدامكم، كنا كاتبين كلمة الله ما جاش ناحيتها، دلوقتي كاتبين كلمة حمام الحمام جه ناحيتها، يعني احنا ما بنشتغلش ولا حاجة يا جماعة. انتوا شايفين مش من وراكم قدامكم.
ان احنا يا جماعه ما بنغنيش عليكم، يعني ان احنا كنا عاملينه كام صح. كلمه الله قدامكم الحمام ما رضيش يجناحها، كتبنا كلمه حمام زي ما انتم شايفين اهو، الحمام هاجم عليه. سبحان الله، اللهم قس السماوات والارض، يحيي ويميت على كل شيء قدير. زي ما انتم شايفين احنا ما بنشتغلكوش ولا حاجه، الكلام ده حقيقه واحنا بنعمله وبناء على طلبكم انا عملت كده. وشكرا.